المي عامل أساسي لبناء المجتمعات، ولبنان بيتلقى سنوياً 8.6 مليار متر مكعب بين شتاء وتلج. بس الكمية يلي بتبقى من بعد التبخر وتسرب الجوفة والمي اللي بتصب البحر هي 2.2 مليار متر مكعب، وهالكمية متوفرة بس خلال 8 شهور، لأن بالصيف من بعد ما يجفوا أكترية الأنهر والينابيع منعاني من انقطاع المي. أكيد الحل مش باستعمال المياه الجوفية يلي إذا سحبنا منها 500 مليون متر مكعب مي البحر بترتفع على الأبار وبتملح المي، بس الحل بالحفاظ على المياه السطحية عبر إنشاء السدود. حسب البرنامج يلي انعمل بوزارة الطاقة بسنة 2010، لبنان بحاجة لإنشاء 20 سد و11 بحيرة لنحافظ على المياه السطحية ولنأمن 700 مليون متر مكعب بسنة 2035. وهيك منكون عم نستفيد من المي بأفضل طريقة، مثل قبرص يلي عندها 108 سدود وتركيا يلي عندها 325. مياهنا ثروة، مياهنا حق، والحفاظ عليها واجب.